أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم، إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. هذا اليوم يتوقع أن يستقر الطقس بوجه عام في أغلب ومعظم المناطق مع حدوث ارتفاع قيع درجات الحرارة، الأجواء معتدلة إجمالا في أغلب المناطق. أما في الأيام القادمة فمن المتوقع أن يحدث ارتفاعات ملحوظة وملموسة على درجات الحرارة. نعود بكم إلى اليوم، فالأجواء في الرياض تكون غائمة جزئيا، درجة الحرارة 24 درجة مئوية والأجواء معتدلة بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة والصغرى الليلة القادمة، سنبدأها شمالا من تبوك هذه مرة 22 إلى 11، في سكاكا 23 إلى 12، وفي عرار من 22 إلى 12 درجة مئوية. أما في المناطق الغربية في الطائف 23 إلى 15، في مكة 30 إلى 22، في جدة 27 إلى 24، وفي المدينة المنورة 29 إلى 18 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في جازان 31 إلى 25، في أبها 21 إلى 13، وفي الباحة من 16 إلى 12 درجة مئوية. أما في الإحساء من 26 إلى 15، في الدمام 24 إلى 15، وفي حفر الوطن من 23 إلى 13 درجة مئوية. وفي المناطق الوسطى في الرياض 24 إلى 14، في بريدة 23 إلى 11، وفي حائل من 21 إلى 11 درجة مئوية. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.